تعالى وحن ويديسين الدنبي والكين إنو ضعف جنان الله سبحانه وتعالى نوض كل ميدا مانتنا انت اسكديب مانتا محاضرين وحي تساقمتها إن شاء الله تعالى وحن كاد لينا مواضيع كل مهم سن وقوينتها جنان إن شاء الله تعالى يوحيابها جنان اللي قوله أي كاد لدونا إن شاء الله تعالى إليه سبحانه وتعالى أسيقنا أبوري وحو أبوري كديب جنئنا أبوري مركو إله نارت أبوري جنات أبوري ملائكة ويري وحو كويري كالي وحان ربعين سوى فيرسان وحان أبوري جنات يسو أركين نارتي نوي أركين مركز ويري كورهما مركز يوحي لحين جنات أنقف مقلي مومليين إنو وحكا لآذي دونا جنات ما إنو وحكا لما قلعه نارت أنقف كي مقلينه وما صو صعده إليه سبحانه وتعالى كذب مر لباد وير ملائكتي وحوك وير أرض صافيري ويتجينا وحي أركان الجنة دي ولجوري دي وح كسته نفط نعبنته ينعت ولجوري دي وح كسته نفط جعشها وح كسته نفط جعشها هي نعت ولجوري دي وح كسته نفط نعبنته الجنة دي ولجوري دي ويسون نقدين وحي لهن جنة ذا قف قال دون وعدت أدو يروح نبي صلى الله عليه وسلم ركوك شكينا أي وحير أمدك شكينا وحير الجنة يا متقانا أنت الجنة جليس أما أنت نار تجليس متقانا مركز أي واحد هن مية واحد هن كن كستو كن قف كستو بقول كي وهل ما كن قف كستو هل قف الجنة ذك جلعه صحابة يعني نحن جلبها كود فريستين مركز يا رسول الله كل ينادساسته وواحد جنة جلعه ويرتاح مركز الرسول صلى الله عليه وسلم ويري إن شاء الله تعالى وحرجينا يا جوج وما جوج إني يعني قيبت بدن إذن كقارن دونان كذب النبي صلى الله عليه وسلم إله بري وكر إله يو ومديد ومديده كذب نبي محمد صلى الله عليه وسلم له فريست ووي مركز جبريل الله صادري وحالي المحاكاة ويسينا محمد مركز وحوكيري ومديد ومديده وينويه مركز سالير وحاكوت راحة ومداد وكورها لجلينينا إما جعشها إنا نقطت ثلث أنت جنة قلي ثلث مجعشة هنا نقصت أمدة نص أمة أنت جنة إس أمدة هنا عدين نقصت مجعشة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركسي دي أيوك فرحين إنه سبحانه وتعالى جنة ساتك وقيمة حبضا هنوغو ذكر مين نبي صلى الله عليه وسلم حونو شيء مرك أعمال جنة لغو قال جنة ساتك قيمة حبضا وحيابة سبب أنقنا يجرتنا قشي سبب أنقنا يسو وحا كمد وحاوه الرئي جنة لغو قال وحاوه قشبين إلالي فرائدك وإليك أبور إنو إلالي فرائدك وإليك واجبي إنو إلالي أقوه الرئيس صلاة من ذي بعدية النبي صلى الله عليه وسلم ويميت مركزه يا رسول الله يدر دارا مركزه صلاة وشيء أركانت وشيء مركزه يا رسول الله مقلو دحي والله وحابلنا يقوه دحي شنطة صلاة يقوه واجبه إن أنت كذا هل صلاة أنا كدرين بش رمضان صومك إن أنصومه وهل مالنا كدرين زكاة أنت عم بحيو قف وح أنت ركني كسر وح كشيء أنت لقيت أبو شيء أهل حباك قدرين نيك نسيدو كل أخذ دقائق الرسول صلى الله عليه وسلم وحوري نيك رب أهل الجنة إنه أكو كسيها فيريو مركع أعماش وح أكو غض أقوه ري جنة لو قال وح فرائض إلى لسيد وح وإلى كوج واجبية فرائض كمركع إلى لسكديب إن سنوي كسيد درتك مركع وح أقوه ري جنة لو قال وح وعي فرائض كنا إلى لسيد وحيابه إلى واجب كعديه إلهي مركو واجب كدي يا رجال أجمع دين من هو بهن إلهي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد كان إذن كهر يكن إذن كدم بير يكن أو شيطان كين إنسي كين حد يلس كدر كل جود أي نقطة نعم حن قلبي يسوق على أي نقطة إلهي بقول تويس الحب لكم درس ميسة كل هدي يلس كدر أي بليس يسوق على نقطة نه إلهي بقول تويس وحبكم أنا قسم ميسة رفعت الأقلام وجفت الصحف وح وإله سبحانه وتعالى أو زيادين قلبي أو زيادين أما أو زيادة كرسي وبغتويد أو زيادة سبيرات مجرد وحلو بها يمك وح كساسا ميسي هذا يكون في عيسى فمن عم قفكي آخر مقبوصة فمن وجد خيرا قفكي خير فليحمد الله إله هم هدعو لي الحمد لله إله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه ولكن قفكي أركو وحان أو بوغيس وحان أو كان حدو أركو أسول نفسي سأعاده مركو حوه الرأي وقف له ده إنه سمايو حواي إنه فرائدك سمايو كدب وحاكو حيدا دون السنون إنه سمايو فضائل أعمال وحلي راها جرتم ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل نوشيغي أعماش ومناكسن نوشيغي الله سمينا كان هلا سمينا كان هلا سمينا أعمال يري راجرتم ذاتك بدي إيسن
كبرى رخصمين لكن أجر بدن عمل بدن لو هلا أجر جنة لو قال أجر أعمال يري رواية وح بدن كعم قادني لكن ما لويني كو جارسيني ما حاكم ده الكاف توك على كم ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكلا كم ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وكلا كم ده صلي النبي قال كم ده استغفار تا كم ده قرآن كوب وقصر يا أرسل وقرآن دك صاحب اسمه أسرة وجارسينه مرك أذكار تقف كينو كده على سنة أذكار تنو كده ذاله ذكر إله نو بدي ذكر وحوش شرف بدن وأنا بروان إيه وقرآن كواه قف كين تنو القرآن تنو كده ذاله كان كحيق القرآن كمرك يلاقي سود دجن وسلي النبي صلى الله عليه وسلم قف عرب كيس إنه برا سلي النبي إنه مركز هو هاي سلي النبي وقف كي بدي حتى إله هو لو كمروك توك قاضه وحول بالله فرا فرك استو إله فرا دعدي سال أقبله جنة هدو إله هو يجست والسينة مرك ذكر عن كحيق جنة فرايد مكان كتير كذي بذكر عن كحيق جنة مركي لو حجي كذب وح قالوا لو حجي فحاول صدقات كان لبح وحيابها جنة لو قال لك متها صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب وحيد النساء عرض إلهي دم بيا كشي إله هو كعرض سبع هو كحنا ما حسمينا صدق بح عرض إلهي قدمه دم بيا كش الرسول صلى الله عليه وسلم حور دم بيا وحب صدق هذا وحيد دم بيا قدم النساء سيدي بيها ودف قدمي وقال بيها هذه دبل وش بهد ودمه بيها سوكل سو دمنا يو أي صدقة ودم مساء عار دم بي خ ودم مساء خطأ يوترت خالك يوترت أفقد يقلك كيس لواينه جنة وصدق وقلا مركتن أو صدق حد محاو صدقة وقف كينو بديو أنا أفرد له بحاجة وقف كينو كده على وحاوي بر الوالدين كه والد إن أقول نقطة قف بار أقول نقطة والد كدو عيسيتي أنت نولي هنا كدو عيسيتي وتري دوك الاله يو ايجده والدك باري الله لك قال كل حاله والدك اني لي حساب تمام والدك وح ما فهمايو هويدي وح ما فهميش مرك ثاني حتى ابي وح ما فهمايو والدك انا باري ونقط الهك وامره معنى هذا ما هو والدك انه في عين باري ونقط ما احن والدك انه سن كسو انه كسو كري باري ونقط ما احن والدك وح باري ونقط نساي اله امركيس كو امره انا ونقط نساي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا علماء حين محال واس لسو حجيه وحين الهي والهي كو ابوري واي واعبدوا الله مرك اسغا حق لنا عبادي سد وبالوالدين احسانا محال و حجيه لان الدنيا ان تتم ريا سبب واذا ابها سبب هذه ما تو اذا ابها زغور سلهن اديق ما دن جوجتين ما شم جوهين الهي كو ابوري لكن سببته كان سو كو سو مري واذا ابها سو كو سو مري markeena duunida timaad ayga sabab ku gaa su ilaahi abuurustaada uu asiga ku abuurey wuxuu xaq u leeyahay inuu ku caa oo caabudid waalid kaan sabab xun duunida ina keenay ay ku imaaday atimid xaq wuxuu leeyahay markeena baahri u noqotay waabudullaaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana marka taas idin naftirka waalidka qofka inuu ku dadaalo tan ugu muhiimsan oo loo baahan yahay oo u baahanahay oo rabo xogo inuu xogo saar waxa akhlaaqda wanaagsan waah akhlaaqda wanaagsan waxay tahay marka رسول صلى الله عليه وسلم أخلاق ذو ناس أحاديث آد وبدن وأجهد بل وحول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحاب لي صدر أكلية إن هذا ما يستر أخلاق ذو ناس بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحاب لي صدر إن هذا ما يستر أخلاق ذو ناس الله أكبر طيب أخلاق ذو ناس محال قضاء أخلاق ذو ناس أخلاق ذو ناس محال وهلا أخلاق ذو ناس رسول صلى الله عليه وسلم حديثه يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا قفك يقولوا بوس أهان جنة قفك أخلاق ذو ناس جنة وقال كليم نبيكو درس ليها وما أرنت أسكورها نبيكو درس ليها أحسنكم أقربكم مني منزلة وحيقولوا أحسنكم أخلاقا قفك يدينكو أخلاق وناكسا يدينكو جنة ذو قال أخلاق ذو ناكسا وحقوه أخلاق ذو ناكسا معناها سدح وايدين علماء سدح حس دلائل قفكا وأخلاق ونفسيه مركا كوا دو حواي طلاقة الوجه قفكا إنه مركز دول عدايا وجهي يس ابتسامة إسهاران تحي دول عدين إسهاران تحي محانو ديدي أنا المسلمين تينا دول عدين محانو ديدي أرورتي أنا يرى لمكي ودن كريق البيت كي مادين مريكين كي مادين كندي مادين يوروب السوق لين وحي أركاين بالداد مريكين كدتك عدان كي دول عدين آية وحي كليهن واي مسلمين تدينا إسماعيلين أن عدانك ذي إسماعيلين why because وحاول أخلاق ذي وناكسن دي تينك قادر أنا قال مسلمين أنا هاي أخلاق ذي وناكسن ما أنا برهنم قف كي نود والله عدي ورموا على أنت محال محافكوا كلها يسألوا يقولوا مغالنتها ما هي موال السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله عدين تيه
akhlaaqda wanaagsan marka waxa ugu horreeya qofkan waa akhlaaq wanaagsan markii la dhahay waxa waaye qof markasta wejigiisa furfuran wejigiisa furan yahay oo dhoola cadeyn qofka uusan ka cudi bilaysanayn markuu arko waa tan koobaad waa tan labaad oo qofka oo arrinta labaad oo qofku akhlaaq wanaagsan la dhahay waxa waaye ka fil adaa qofka ummadda inuu ka ilaaliyo dhibkiisa carabkiisa uusan ku dhibin gacantiisa uusan ku dhibin dulmi uusan samaynin dadka qaarkood muslimiinta qaarkood waxa waaye afkooda qashinaasaa kasoo baxaya maantana wuu caytamaa qayluu haaya buuquu haaya meel kastuu tago hadal raxmad maalah qayladaasuu ku jiraa ka fil adaa ummadda ka ilaasha dhibkaa ka ilaasho dhibkan carabka ugu horreeya rasuul sal sl wuxu almuslimu qofka muslimka runta ma taqaanaan waman salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi qofka muslimka waa qofka muslimiinta kale ay ka nabadgaleen carabkiisa iyo gacantiisa haddaa labadaas laga magangelin yani muslimatiid waa sheeganaysa waa iska sheegasaa ku jirta meesha marka marka carabka inaa ka ilaalisid kan kale gacantaada inaa ka ilaalisid afcaashaada xun inaa ka ilaalisid shardiga labaad oo akhlaaqda wanaagsan waxaa ka filan ah shardiga saddexaad oo qofka laga baahan yahin waxa waaye oo laga rabo akhlaaq wanaagsan la dhihi karo waxa waaye badli nadaa qofkan inuu dadka caawiyo dada dadka caawino markasta wuxuu rabeed qofka walaalkiisa inuu caawiyo gabadha walaasheeda rabta inay caawiso qofaa baahan wuxuu siinaa qofay oo homeworku baan homework kale shaqaynaysa qofaa yimi shaqo ma yaqaano meesha laga bilaabo way tusaysa meeshan ka bilaabo luqadii ma yaqaano waxay rabtaa inay caawiso hayd ma hayso waxay tusa ama way siinaysa ama qof tusay tusaysa waxay u qaban kartana way u qabanaysaa waxaysan u qaban karinne meel dad u qabtay tusaysa shafiici uu noqona ama shafiici uu noqona marka saddexdaas qofkii laga helo waa akhlaaq wanaagsan yahay waa qofku markasta dhoola cadeeyo dhibkiisan dadka ka daayo iyo dadka caawiyo saddexdaas laisku daraa waxaa la dhahaa akhlaaq wanaagsan la dhahaa saddexaas qofkii laga helo waa akhlaaq wanaagsan yahay saddexaas qofkii laga waayane akhlaaq wanaagsan meesha uma taalo marka waxaa loo baahanya qofka akhlaaqda wanaagsan waa meesha ugu sarreyso oo qofka jannada uu ku galayo wa akhlaaqdaas wanaagsan inaan ku dadaalno uu qof walba ku dadaalo bidaa dadkeena joog reer galbeedka joog waxaa nahay safiiraa nahay oo adiga islaamka mathaloysa islaamka yaa mathala adiga mathaloysa hadalkaaga ma ahan qofkan wuxuu kaa arko ayuu ku shaqeynaa qofka muslim marka waxaa loo baahan yahay inuu noqdo good representative mathala ama mathilaad fiicanna diinta ka bixisid waa hadda koor waxaa jira nin oo muslim ah diris wuxuu lahaa aad u dhib badan uu lahaa waa taqaanaa dadka qaarkooda caddaanka waddankan degan nama jeclo annaga keliya ma ahane minority inay necban yihiin ninaan caddaan ahayn waddanka inuu joogo ma rabaan xataa hadduu gaal yahay waxaagama gelin waxay rab waddankan caddaanaa iskale caddaan qofan ma rabo inay joogaan ay kuleeyihiin ayib dad saasoo kalaa jiro jooga maraykanka yurub canada meel kasta joogaan waddankan dadka ajaanibta waa naga qaadanaysa minoritygan waa naga qaadanayn adina waxaa isku darsatay minority nimo iyo madownimo iyo muslimnimo isku darsatay saddex waxay nacbanyihin isku darsatay maxaa dhacaya marka waa naceeb kuwa sii ziyaada ninkan wuxuu diris lahaa marka nin dadkaasoo kale nacban diris laaha ilahi magsa marka ninkii wuxuu go-aansaa marka ninka inuuba dhibin buux wanaagla uu siiyo ninka caddaanka markaas wuxuu sameynaa xataa baarka kuu galaa baraf markuu jiro kol baarka kuga wax kastoo xun uu ku samayn karo uu ku samey hoonkuu ku yeerinaa guriga markii laga habeenka musigun uu ku dheeraya laga yaabaa laakiin ninka muslimka wuxuu go-aansaday inuu markaas u dhoola cadeeyo uu ignoor ku sameeyo dhibna inuusan ka gudbin ninkaana waxun uusan ku sameynin kadib maxaa dhaha ninka xoogoo markuu joogay dabcan qofkii bin aadan waaye xayawaanka marka ixsaan u samaysidaa isbedela markaas wuxuu ku yiri maalin dambe u yeri wuxuu ku yiri maqalniyo waxa ani xaaskii waxaa rabo inaan ku casuuno waayahuu dhahay wogtay guriga ugu tegay markaas wuxuu ku yiri maqal anigii xaaskayga waxaan ognahay we know that we are bad neighbor inaan diris xun nahay fiiri subxaanallah asaa isku ictiraafaayo wuxuu yiri diris xun inaan nahay waa ogahay ayib haddaa ogtay marka wuxuu yiri waxaan isweydiinay ani xaaskii isweydiin uu dhahay ninkan markaas aan saan u dhibaynin oo noo jawaabayn xumaan dhan aan ugu samaynayn no reaction muxuu yahay muxuu ka samaysan yahay waxaan rabnaa inaan ogaano what's wrong with waa naga raysa just we wanna know waxaan rabnaa inaa maxaa dhaha markaas wuxuu ku yiri muslima aniga okay muslimaa tahay macnaheeda okay muslimaa tahay okay waay muslimaa tahay fine muslim ahaa ku fana diintaada kumaana weydiinay waxaan ku weydiinay maxaa waxaa u samaynaysa ninka wuu ku celiy because muslima ah dadkan waa ogtahay islaam diintooda waxaa waaye kaniisadan ay tagaan bis waay ah waxyaabahan kale akhlaaqiyaadkan ay kuma jirto anaga lakiin diinteena waa diin kaamil ah waay wax kastiina amartay xataa qofka diriska la tacaamilaayo suuliga markaa gelaysa waxaa samaynaysa diinteena noo sheegaysa iska daa wax kale ayib markaasu almiisu markaas wuxuu ku yiri waaye diinteena wax ka sheekeynaya ma haysa
markaasuu yidhi haa, markaasuu yidhi ani maxaasaan igu gelaysa islaamka, islaamka maxaa waa. Markaasuu yidhi nebigeyga ayaa i amray inaan adiga ku wanaajiyo. Markaasuu yidhi nebigaaga ma magacaygu kuu sheegay, maxaa ii wanaajinaysaa? Markaasuu yidhi magacaaga ima sheegine, adiga neighborku igu dhahay man kaana yuminu billahi walyawmi alaakhir falyukrim jaarah, adina deriskiina soo matid. Haa, saa darteed nebigeyga amray inaan ku karaamay diinteedana amrayso. Ninkiis uu joogo almuhim, ninkii sidii ayuu kusoo islaamay. Ninkan wax uma sheegin, halmaan kaali adkaar aqrisa ma dhihin, laakiin muxuu kusoo islaamiyey? Action kusoo islaamiyey, wuxuu tusay, camaluu tusay. Islaamka qofka muslimka saasaa laga baahan yahay. Qofkaas marka qof haduu ilaahay gacantaada kusoo hanuuniyo oo naa laga badbaadiso, ajirkiisa ma helaysa? Ajirkiisa waa helaysa. Qof waxaa loo baahan yahay marka inaan noqono dad mathalo diinteena si fiican u mathala inaan noqono ayaa loo baahan yahay. Akhlaaqda wanaagsan aan ku dadaalno. Gabdhaha waxaa loo baahan yahay inay ninkooda u wanaagsanaadaan, si nimanka ugu baahan yahay xaasaskooda inay wanaagsanaadaan. Akhlaaqda wanaagsan, waxa ugu horreeya qofka ugu horreeya ku bilaabanaya waxa waaye qofka kugu dhowaa ha kaa arko, hooyada aabaha ka arkaan, caruurtaada ha kaa aragto, ninkaaga ha kaa arko, hooyada aabaha ka arko, caruurtaada ha kaa arkaan, xaaskaaga ha kaa aragto. Nebiga sallallahu alayhi wasallam markuu niman kala hadlayay wuxuu yidhi qofka waxaa khiyaarukum khiyaarukum liahli, ninka ugu akhlaaq wanaagsan wuxuu yidhi waa ninka xaaskiisa u wanaagsan, wa ana khiyaarukum liahli, ana xaaskii waa u wanaagsanahay. Nimankii ku socotaa rasuul sallallahu alayhi wasallam markuu la hadlay wuxuu yidhi xaaskaska si wanaagsan oo la dhaqma. Akhlaaqda wanaagsan waxay ka mid tahay xaaska inaad u dhaqantid ka mid tahay. Khiyaarukum waa qofka idinku akhyaarsan, idinku wanaagsan, idinku akhlaaq wanaagsan waxa waaye waa qofka faamilkiisa u wanaagsan, xaaskiisa u wanaagsan. Sababta maxay tahay? Qof markuu banaanka joogo waxaa laga yaabay inuu hadalkiisa wanaajiyo, shaqa laga yaabay inuu rabo, lacag uu laga yaabay, ama dad inuu istusay. Laakiin guriga markii la tago real life-ka soo baxayso, ama nolosha runtaa soo baxayso, nebigu wuxuu rabaa inuu dhaho marka real life-kaaga soo baxdo, qofka kugu xaq leh inaa u wanaagsanaatid xaaskaaga waay. Marka qofku waxaa noqotaa marka qofka kugu oo xaaskaaga wanaaji, saasaa loo baahan marka nimanka inay xaasaskooda akhlaaqdooda u wanaajiyaan, tusaan ayaga maadaama role model ay yihiin. Ilaahay mas-uuliyad gacantooda saaray. Qofka mas-uulka markuu wanaagsanaadane faciidiisa wanaagsanaanaysa. Qofka mas-uulka markuu akhlaaqdiisa wanaagsanaado fa inta daba socoto oo hoosiisa mar akhlaaqdooda wanaagsanaanaysa. Gabadha naftirkeed waxaa loo baahan yahay ninka hadday si wax ka noqdaan akhlaaq wanaagsan inay kula dhaqanto, xataa hadduu si xun u dhaqmo akhlaaq wanaagsan inay kula dhaqanto. Waxyaabihii jannada kugu gelaysaa ka mid ah gabdhaha. Nimanka ma aha jannada xoogan, laakiin gabdhaha waxyaabihii jannada kugu gelaysa waxaa ka mid ah rasuul sallallahu alayhi wasallam gabadhadii shanteeda salaad keliya tukato lagu lahaa, bisha ramadaan ay soonto lagu lahaa, sharafteeda farjigeedan ay ilaashato, ninkeedan ay baari u noqoto, sideeda albaab janna waxaa la taalaad ka gal. Sideeda albaab janna hal iyo laba maahan, sideeda albaab janna waxaa la kaarabtid ka gal. Maadaama aad soo sabartay, adduunyi kusoo sabartay, oo ninkaaga baari usoo noqotay, amarka ilaahay aad soo adeecay, salaadii aad tukatay, sideeda albaab janna maanta waa kuu furan, ka adiga rabtid ka gal. Allahu akbar. Abuubakar keliya ka gal, lagu yeeray sideeda albaab jannada laga yeeraa. Gabadha gabar kasoo saa samaysay sideeda albaab jannada laga yeeraa. Marka waxyaabaha jannada lagu galay naftarkeeda taas ayaa ka mid ah. Ilaahay subxaana wa tacaala jannada ha nagu wada kulmiyo dhammaanteena. Dembigeena dembiga waalidkeena Allah ha dhaafo, walaalaha oo tiimkaas u diyaariyey khayr Allah siiyo. Runtii waa tiim aad isugu xiran, khayr Allah siiyo oo khayrka usoo diyaarinaya. Walaalahood kalena rasuul sallallahu alayhi wasallam markii la weydiiyey yaa dadka ugu fiican, wuxuu yiri anfacuhum linnaas, dadka kale anfaco. Marka dadka meesha u yimid ugu talagalay maalinba sheekhani uu keenaa masbuuc uu fay u keenaan si dadka aga faa'iideeyaan. Ilaahay subxaana watacaala ayagan ha xifdiyo, dembigooda Allah ha dhaafo. Inta ku jirto dhegeysanaysan sidoo kale Allah wada xifdiyo dhammaantood. Jazakum Allah khayran, barakallahu fiikum. Intaasaan ku keenaynaa.